طيب احنا تفضل. ذكرت قضية الاتجاهات الروحية، اي نعم ولا بد ان نقيدها بالاتجاهات الروحية القديمة، نعم لانه في اتجاهات روحية حديثة. مه. اذا ما قلنا حديثة او قديمة حنخش في عالم الارواح ومدرسة تحضير الارواح نعم الموجودة نعم الان نعم وبدأت تنتشر بقوة في القنوات وفي بعض المراكز العلمية في امريكا. فنقول الاتجاهات الروحية القديمة قديمة التي تركز على جانب الروح وعلى رأسها ما يعرف بالتصوف. التصوف نستطيع أن نعبره بأسلوب نعبر عنه بأسلوب سهل، حركة دينية روحية. هذه الحركة نشأت عبارة عن ردة فعل، وكانت في بداية القرن الثاني، ردة فعل حينما انغمس المسلمون في الترف وفي حياة البزخ والفتوحات، فآثر بعض الناس جانب العبادة. نعم هذا كان في بداية القرن الثاني، وكانت في حروب ومعارك، فآثروا أن لا يتلطخوا بهذه الدماء ولا أن يدخلوا في هذه الدنيا فيفتنوا كما ذكرنا في مرحلة الترف والنعيم والفتوحات الإسلامية، فانزووا على أنفسهم. فخرج مصطلح يسمى مصطلح العباد، نعم خرج مصطلح يسمى مصطلح العباد، وبدأ يعني ما نقول الانحراف الحقيقي. لكن قبل هذا خليني أذكر قضية بداية ظهور البدع، جميل وبداية يعني ما نقول بداية، محاولة الاجتهاد والدخول في البدعة. هذا كان في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن كان يقضي عليه الصلاة والسلام مباشرة، وذكرنا حديث الخويصر التميمي حينما قال اعدل يا محمد. نعم نعم في أمر ثاني وهو الذي كان امتداد للمدرسة الروحية، مدرسة الزهد والتقشف، التي بعد ذلك أخذت انحراف كبير جدا حتى وصلت في القرن الخامس إلى ما يعرف بالطرقية الصوفية، الطرق الصوفية. نعم وذلك أنه كان في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا في صحيح مسلم، نعم أن ثلاثة من الناس العباد في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام نعم ذهبوا إلى بيته وسألوا عن عبادته، فذكرت لهم عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول كما يقول الراوي فكأنهم تقالوها وقالوا ذلك عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وما تأخر. نعم. فقال أحدهما أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، نعم. وقال الثاني أما أنا فلا أتزوج النساء، نعم. وقال الثالث أما أنا فأصوم الدهر، وفي رواية أخرى قال فلا أكل اللحم. فحينما عاد عليه الصلاة والسلام وسمع بهذه المقولة نادى بالصلاة جامعة، ثم خطب عليه الصلاة والسلام وهو مغضب، نعم. ولا يغضب إلا لأمر عظيم. قال عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أتقاكم لله، وإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، وفي رواية آكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا بداية يعني بداية التفكير في قضايا الزهد والابتعاد عن الحياة.